كنت تواجه صعوبة في معرفة متى تلتزم الصمت، فهذا الفيديو لك. سنكشف معا قوة الصمت في حياتك اليومية. إليك المواقف التي يفضل فيها الصمت. عندما تغضب، عندما لا تمتلك كل الحقائق، عندما قد تجرح كلماتك أحدا، عندما تعكس كلماتك الصورة السيئة عن الله أو عائلتك، عندما تخجل مما أنت على وشك قوله، عندما تميل إلى التقليل من شأن الأمور المقدسة، عندما تعطي كلماتك انطباعا خاطئا، عندما لا يكون الأمر من شأنك، عندما تميل إلى الكذب الصريح، عندما يمكن أن تضر كلماتك بسمعة شخص ما، عندما قد تدمر كلماتك صداقة، عندما تكون في مزاج حرج، عندما لا يمكنك التحدث دون صراخ، عندما يحين وقت الإنصات، عندما قد تضطر إلى التراجع عن كلامك لاحقاً، عندما تكرر نفس الكلام أكثر من مرة، عندما تميل إلى مدح شخص سيء، عندما يكون عليك العمل بدلاً من الكلام، من حفظ فمه ولساني، حفظ نفسه من المكاره.